سيتم الإعلان عن خطة ضخمة للمساعدات الإنسانية من قبل التحالف للأشقاء في اليمن. السعودية تطلق حملة إغاثية ضخمة في اليمن تتخطى المليار دولار. الحملة الشاملة تتضمن زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستقبال المساعدات، وفتح ميناء الحديدة شهرا إضافيا للسماح بدخول السفن التجارية والمحملة بالوقود، باستمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية لمدة 30 يوما، وفتح معبر الخضراء الحدودي لمرور البضائع والاحتياجات الأساسية، ومد جسر بري إلى مطار مأرب لكي تتمكن المنظمات الدولية من إيصال المواد الإغاثية، وإنشاء 17 ممرا بريا لتوصيل المساعدات من غذاء ودواء ومستلزمات طبية. التحالف بقيادة السعودية أكد أن دعم إيران للحوثيين شكل أزمة كبيرة، وأن الميليشيا الإرهابية تتحمل مسؤولية الدمار في اليمن. جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية الدمار والخراب في اليمن، هما كانوا ولا زالوا ينهبون المساعدات الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي للقيام بمهامه لضمان عدم تهريب السلاح ومنع الحوثيين من الاستيلاء على المساعدات الإنسانية ومراقبة وصولها إلى المحتاجين.